شهد سعادة الدكتور علي بن فضل أبو عينين نائب العام حفل إطلاق الموقع الإلكتروني لوحدة التحقيق الخاصة وتقريرها السنوي الثاني، وذلك بحضور الرئيس وأعضاء ومنتسبي الوحدة. نعم، وقد أشاد النائب العام بالمستوى الفني والتقني للموقع الإلكتروني للوحدة الذي يأتي في إطار استمرار تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي والتي تهدف إلى تطوير الخدمات العدلية والقضائية. كما أثنى سعادته على الدور الذي تقوم به الوحدة في تطبيق المبادئ الدستورية الكفيلة لحقوق الإنسان واطلاعها بدور بالغ الأثر في تحقيق العدالة الجنائية، حتى باتت إحدى أبرز المنجزات الوطنية في مجال حماية الحقوق والحريات العامة للإنسان.